نستمر معكم مشاهدينا وبفقرات برنامجنا، والحين نروح لإنجاز من إنجازات المرأة الكويتية، حيث تم اختيار وترشيح المحامية منى الأربش كأول محامية كويتية للحصول على جائزة دولية للإنجاز المهني. طبعا دائما فخورين في عيالنا وبناتنا، وطبعا اختيار المحامية منى الأربش لنيل هذه الجائزة بناء على تفانيها وخبرتها ومساهمتها الاستثنائية في مهنة المحاماة في الشرق الأوسط. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستديو المحامية منى الأربش. نقول صباحك الله بالخير أستاذة منى، وحياك الله معنا في برنامج العالم على الصباح. صباح النور وشكرا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. يمكن احنا في البدايه نبي نتكلم ونبارك لك طبعا اللي هو ترشيحك لهذه الجائزه ولهذا الانجاز المهني، ونقول الله يوفقك ان شاء الله. يمكن احنا عملنا دردشه قبل ان ندخل معك على الهواء عن ان هذه الجائزه اللي هو فيها فئات عديده، خلينا نتكلم عن هذا الترشيح والموضوع هذا اللي هو عن الفئات اللي موجوده في هذا الجائزه. نعم، طبعا هذه الجائزة أطلقتها شبكة القانونية العالمية، وهي الأقدم دوليا شبكة لكسس نكسس، وهي أنشئت من 1970. هذه الشبكة خصصت جوائز للمرأة في القانون في عدة فئات: المرأة في التحكيم، المرأة في إدارتها لمكتب المحاماة، المرأة في إنجازها المهني، وغيره من فئات عديدة. الترشيح عبارة عن ترشيح من أحد الماء أو تقديم معين، ثم يخضع لضوابط وفلترة معينة عبر لجنة تحكيم، وبعد المرور بهذه الفلترة يتم الترشيح. ولله الحمد تم قبول ترشيحنا كأول امرأة كويتية في 2024. الحفل راح يكون في دبي في مارس، يكون هناك أيضا ترشيح عبر لجنة تحكيم للفوز بهذه الجوائز لكل فئة. ممتاز. إذا مثل ما ذكرتي هناك في أكثر من نقدر نقول جائزة تقدم لإنجازات المرأة، وحضرتك المرشحة لجائزة الإنجاز المهني. صحيح. خلينا نتكلم عن هذه الجائزة، شنو فحواها وشنو معناتها نقدر نقول طاقتك اللي تصب في مثل هذا المجال؟ نعم، بالطبع احنا اليوم كمهنة المحاماة الكل ياخذ طابع معين عنها، الطابع الجامد في تقديم الاستشارات القانونية فقط، لكن احنا في الكويت حاولنا ان احنا نظهر المهنة، مهنة المحاماة بطابع مختلف، بالتالي هذا الطابع راح يؤثر ايجابا على المجتمع. طبعاً. ان اليوم مهنه المحاماه ليست مهنه فقط تقديم الدفاع القانوني، بل مساعده المحتاج، بل التطوع في جمعيات النفع العام. جميل. نشر الثقافه القانونيه، الدعم للمحتاجين، دعم كل فئات المجتمع بكل ما اوتينا من معرفه وعلم نساعد به المجتمع. وهذا الإنجاز المهني اللي يقصد فيه في هذه الجائزة. جميل جدا. ممتاز ما شاء الله. احنا قاعدين نشوف ترى إنجازات المرأة لا إله إلا الله، يعني لله. في جميع المحافل، حتى في المحافل العسكرية لا إله إلا الله. نقول لا. الله يوفقهم إن شاء الله في هذا المنح. وأكيد يمكن مهنة المحاماة من المهن يمكن السابقة اللي كانت عند الرجال أكثر شيء، وما شاء الله دخلت المرأة إلى هذا الجانب وإلى هذا المجال، وما شاء الله قاعدين نشوفها إحنا يعني تتصدى للكثير من القضايا في هذا الموضوع. نبي نتكلم عن دخولك إلى عالم المحاماة، ومن ثم أن أنت دخلتي إلى عالم يمكن هذه الجائزة اللي هو يعتبر إنجاز كبير ودولي. طبعا مهنة المحاماة مهنة أعشقها، يعني أعتبرها هي حياة بالنسبة لي. جمعية المحامين الكويتية أيضا كانت خير داعم لنا في النجاح في هذه المهنة، وخير داعم للمرأة. اليوم العديد من المراكز واللجان التطوعية العاملة في جمعية المحامين ترأسها المحاميات النساء، وأيضا الكثير من العضوات فيها. حبيت أيضا أزف خبر مفرح مؤخرا، قبل أيام عديدة أعلنت جمعية المحامين عن تعيين واختيار 9 أضواد شرفيات لمجلس الإدارة، لمساندة مجلس الإدارة والإشراف على اللجان، وأيضا تقديم كل ما لديهن من معرفة وعلم لدعم هذه المهنة. فالمرأة اليوم متميزة بكل المجالات، لا سيما في مهنة المحاماة، مهنة المظلومين، المهنة
هنا اللي احنا نقدر نوصل صوتنا بكل المنابر بعلم ومعرفه واساس قانوني سليم. بارك الله فيك. ان شاء الله دائما كذي نشوفكم في هذه الاماكن وفي هذه المستويات التي تصل الى ترشيح لجائزات عالميه. فبالبدايه يعني ان يكون الحلم يكون بسيط وهو تحقيق او التخرج من كليه المحاماه والحقوق والمحاماه. طبعا المحامي له صفات معينة. الحين ممكن يكون الواحد يكون يتخذ سلك المحاماة من باب أنه والله الأهل في هذا المجال أو هذا الدومين، لكن في هناك صفات يجب أن تكون في الطالب أو في الشخص المتقدم لمثل هذه المهنة. لو تريدين في الزمن إلى هذه الفترة وهذه البدايات، شنو ممكن تنصحين الناس اللي تحب أنها تتجه إلى هذا المجال ولازم تركز على هذه الطاقات اللي فيها عشان تصل لهذا المحصول؟ فعلا مهنة المحاماة اليوم مهنة لصيقة في الشخصية، فهناك اليوم سمات معينة في الشخصية يجب أن يتحلى فيها كل من يرغب الدخول لمهنة المحاماة. الآن هناك الكثير من الأمور اللي سهلت دخول مهنة المحاماة عبر جمعية المحامين، فدخول المهنة الآن سواء اللي حديث التخرج أو اللي جاي من الجهات الحكومية اللي عندها خبرة سابقة قانونية أصبح لزاما عليه أن يدخل دورة قانونية عملية وعلمية في جمعية المحامين الكويتية. ممتاز. فيصقلون ممتاز. أساسيات اللي يحتاجها المحامي، يعلمونه ويدربونه في كل المهام اللي يجب والصفات اللي يجب أن يتحلى فيها. ممتاز. اليوم حتى أن عملنا دورات كثيرة في إتيكيت المحامية الناجحة، كيفية الوقوف أمام الهيئة القضائية، كيفية التعامل مع الغير. اليوم احنا نتعامل مع كل فئات المجتمع. صح. مع كل موظفين الدولة. فاليوم فعلا يجب أن يكون هناك سمات صفات معينة أساسية يجب التحلي فيها، لأن اليوم لما أي محامي أو محامية يقف أمام أي موظف سيطلق عليه وينادى بصفته ولا يسب اسمه الشخصي فقط. فلذلك اليوم الشخص المحامي يمثل جموع المحامين، فيجب أن يتحلى بهذه الصفات ولا يحيد عنها. جميل احتواء جمعية المحامين للمحامين بشكل عام، وهذا التطور في صقل الشخصية من البداية. صحيح. جميل جدا. بالفعل. كنا أستاذة منى قبل أن نختم معك هذا اللقاء نقول الله يوفقك إن شاء الله في ترشيحك لجائزة الإنجاز المهني في هذه الجائزة الدولية. شنو من كلمة أخيرة حابة توجهها يمكن يعني في هذا السياق؟ ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في 4/3. إن شاء الله. الحفل 4/3. كلمة أخيرة، أن لا يكون هناك طموح محدود للمرأة الكويتية في كل المجالات، فالطموح يجب أن يكون عالي جدا. فاليوم المجال مفتوح للجميع للنجاح ولا يكون مقصورا على أحد. الدولة أيضا داعمة للمرأة الكويتية في أوجه عديدة في مجالات عديدة، فليتم اقتناص هذه الفرص والبروز لتمثيل الكويت أفضل تمثيل. جميل. جداً. رسالة لأختنا طبعاً أكيد وبنتنا الكويتية، وأكيد بمساندة أخيها الرجل. يعطيك العافية. جزيل شكرا. الشكر على وجودك معنا اليوم المحامية منى الأربش، حول كونك أول محامية كويتية تحصل على جائزة دولية للإنجاز المهني. نتمنى لك التوفيق، ونتمنى إن شاء الله في 4 مارس تعطينا هذا الخبر بقبول هذه الجائزة إن شاء الله. كل التوفيق بإذن شكرا الله. لكم. يعطيكم العافية. ننتقل معكم مشاهدينا الآن إلى أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، حيث يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيشمل برعايته وحضوره حفل تخرج الدفعة 31 من طلبة ضباط الاختصاص في كلية الشرطة. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ونقول أكيد راح يخدمون ديرتهم الحبيبة الكويت في جميع الحقول. ونلتقي بكم إن شاء الله مشاهدينا الكرام غدا في نفس الموعد. حتى ذاك الحين دمتم في أمان الله. مع السلامة. مع السلامة.